بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. احنا النهارده ان شاء الله هنتناول one of the best algorithms in machine learning، اللي بيعالج كثيرا من اللي بيعالج كثيرا من مشكلات الالجوريزمز اللي احنا درسناها قبل كده. الالجوريزم ده هو الانسامبلنج algorithms، والانسامبلنج الجوريثمز هي مجموعه من الالجوريثمز وليس الجوريثم واحد، والكل الجوريثم يعني هو انهيرتد من نوع معين من انواع الالجوريثمز اللي قدمتها لنا الانسامبلنج. فهنتناولها دلوقتي تفصيلا وبعدين نبدا ناخد الامثله. طيب الانسامبلنج مينز، يعني انسامبل معناها الفريق اللي هو التيم. طيب ليه بقى سموه انسامبلنج؟ معنى فريق معناها انه في اكتر من حد موجود جوه الفريق، وكل واحد ليه ريسبونسبيلتي، وهدف التيم كله انه يحقق المين اوبجكتيف. طب هو ايه المين اوبجكتيف بتاع الماشين ليرنينج؟ ان احنا نعلي الليفل اوف اكيورسي بتاعت البريدكشن بتاعتنا. طيب الانسامبلنج ده بقى عمل ايه؟ عمل هو تيم اوف الجوريزمز. الالجوريزمز دي هتشتغل بابروتش. ايه الابروتش اللي بيستخدمه الانسامبل اللي هو الفريق ده؟ نمبر 1 انه بيعمل مالتيبل سامبلنج. يعني ايه مالتيبل سامبلنج؟ يعني احنا في الالجوريثمز السابقه كنا لما بنقسم الداتا سيت بنقسمها لتريننج سيت وتست سيت. طب هنا دلوقتي ده طيب في الموديل بتاع الانسامبل لا، هو بقى يقسم الداتا سيت الكبيره دي السمول داتا سيتس من الداخل، ويعمل عليها هذا ينفذ عليها هذا الابروتش، وبالتالي التريننج بروسيس بتحصل اكتر من مره. طيب بعد ما يحصل تريننج اكتر من مره لديفرنت داتا سيتس، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان يكون في، ننتقل للنقطه الثانيه، كل داتا سيت طلع منها اكيوريسي، يحصل ان يكون في حاجه اسمها الجوريزم اجريجيتور. الالجوريزم اجريجيتور ده هو ده اللي بيعمل كونسوليديشن للفاينل بريدكشن. هنا بيجي بقى سؤال، طيب هو الالجوريزمز دي وهي بتشتغل، هي بتشتغل بارالل ولا بتشتغل سيكوينشال؟ هنا بقى بتيجي الانواع المختلفه للالجوريزمز. فبنبص نلاقي ان الباجنج الجوريزم ده بيشتغل بشكل بارالل، وده اللي هيكون منه الراندوم فورست الجوريزم. طيب ايه تاني اللي ممكن يحصل؟ ممكن ان هو يشتغل سيكوينشال، وده في البوستنج الجوريثمز. طيب في الالجوريثمز اللي فوق دي، انا ما كانش ليا كماشين ليرنينج انجينير او ماشين ليرنينج تيم، انا ماليش الاثوريتي ان انا اغير الالجوريثم اللي تم استخدامه في الستاك. فظهر يعني جروب جديد من الالجوريثمز في الانسامبل بتساعد الماشين ليرنينج تيم ان هو اللي يختار الالجوريزمز المختلفه. ممكن يكون 2 الجوريزمز، ممكن يكونوا 3، ممكن يكونوا 4، ممكن يكونوا 5، بحيث ان هو يقدر يدايركت الموديل ان هو يستخدم ديفرنت الجوريزمز. هو كان شاف ريزلت كويسه استخدمها على نفس الداتا سيتس دي قبل كده، وشاف ان هي مناسبه للتطبيق، وبالتالي بيعمل ستاكس stacks to include the different algorithms اللي تقدر تفيد في بناء هذا الموديل. زي ما احنا شايفين كده في الصوره اللي قدامنا، انه في الباجنج انه انا عندي الداتا سيت الرئيسيه اتقسمت لديفرنت داتا سيتس، وبعدين اشتغل عليها ذا سيم الجوريثم، وبعدين ادتني الافرج ريزلت اوف ذا ريزلت، وشايفين ان هم اشتغلوا بشكل بارلل، بشكل ان هم متقاطعين. ده كده في الباجنج. في البوستنج زي ما احنا شايفين كده، ان كل حصل نفس الكلام، ان احنا الداتا سيت اتقسمت والالجوريزمز ابتدت تشتغل بشكل سيكوينشال. ومع ان انا بشتغل بشكل سيكوينشال، طب هو ايه الفايده؟ الفايده هنا عظيمه جدا، ان انا بانكلود معايا مجموعه من الداتا اللي اخطا فيها الالجوريزم السابق في ان هو تيست الاكيوريسي، ففي حاجات حصل لها فيلير ياخدها معاه في الداتا سيت الجديده، بحيث ان هو يران عليها الالجوريزم بشكل جديد، بحيث ان هو يعلي كفاءه الموديل اللي هو بيبنيه. ودي احد الفوارق بتوين الباجنج والبوستنج، انه في الباجنج هو بيشتغل بارلل، البوستنج بيشتغل بشكل سيكوينشال.
كذلك البوستنج عشان بيشتغل بشكل سيكوينشال بيحاول ان هو يستفيد من الداتا اللي اخطا فيها في المحاولات السابقه وينكلودها معاه في المحاولات اللاحقه، وده بيمكنه ايضا من ان هو يدي ويتس للالجوريزمز اللي احنا بنلاقي فيها انه الاكيوريسي بتاعتها عاليه، بيقدر ان هو يدي لها ويت اعلى بحيث ان هي دي اللي بتبقى ريكومندد انها تبقى في الفاينل ريزلت. الصوره اللي على الشمال دي اللي فيها الكومباريزون بتوين الباجنج والبوستنج ميثودز، زي ما احنا شايفين كده انه الباجنج هو كل موديل شغال بارالل، وبالتالي مفيش يعني استفاده من المحاولات اللي حصلت. لو انت كان حصل لك فيلير مش بتستفيد بان انت تاخد الداتا اللي حصل فيها فيلير دي وتحاول ان انت تستفيد بيها وتشوف مشكلتها وتجرب عليها الجوريثم مختلف. لو جينا في البوستنج هنبص نلاقي لا، انه المحاولات كل محاوله يعني في كل محاوله سيكوينشال، بتعتمد كل محاوله على المحاولات السابقه، وبالتالي هنا بندي ويتس وبناخد بنكلود معانا الداتا اللي اخطا فيها الموديل. وبالتالي في الغالب ان احنا بنلاقي ان البوستنج ميثودز بتكون الريزلت بتاعتها اعلى من الباجنج في الاكيورسي. يبقى لازم نكون يا جماعه فاهمين واحنا بنطبق الالجوريثم، الموضوع مش موضوع ان احنا بنتست الموديل وتطلع ريزلت وخلاص. انت ممكن يعني انت بتستخدم الالجوريثم وانت فاهمه، وانت بتستخدم الالجوريثم وانت فاهمه بتفرق كتير جدا، وبتبقى عارف انت تروح تجيب الالجوريثم المناسب للمشكله بتاعتك. عشان كده السيكوينشال الالجوريثمز اللي هي البوستنج بتبقى مهمه جدا، وقد تكون الاكيوريسي بتاعتها اعلى غالبا، يعني بتكون الاكيوريسي بتاعتها اعلى من الباجنج وكمان الاستيكنج. وبالتالي لو حاولنا ان احنا نقارن بين الباجنج الجوريثمز والبوستنج الجوريثمز هنبص نلاقي انه الحاجات اللي هم مشتركين فيها ان هم بيستخدموا نفس الابروتش في الفوتنج، انه بيقسموا الداتا لديفرنت داتا سيتس وكل موديل بيران الالجوريثمز عليه، وبيحصل في الاخر اجريجيشن للمودلز. طب هما بيختلفوا في ايه؟ انه الباجنج بيشتغل كل الجوريثم بيشتغل بشكل ستاند الون، اما في البوستنج لا، بيبقى فيه سيكوينشال بروسيسنج عشان نستفيد من الداتا اللي حصل فيها فيلير وننكلودها في المحاولات اللاحقه. كذلك الويتس هي في الباجنج اجنورد، وبالتالي كل الداتا سيتس ليها ذا ايكوال ليها ايكوال ويتس، لكن في البوستنج كل ما بتعلى الاكيوريسي بدي ويت للالجوريثم اللي تم استخدامه في البوستنج، وبالتالي عشان ده يبقى ريكومندد في السلكشن بتاعي في الفاينل ريزلت اللي بيشتغل عليها الاجريجيتور. طيب لو حبينا بقى نطبق على اول نوع من الالجوريثمز وهي الباجنج، وهو انه الداتا سيت بتاعتنا بيتم تقسيمها لديفرنت داتا سيتس وبيتم رننج للالجوريثم عليها، وطبعا بيتم رننج بشكل بارلل. وان اوف الالجوريثمز اللي بتطبق مفهوم الباجنج هو الراندوم فورست، والراندوم فورست من الالجوريثمز اللي بتبروفايد ليك بريدكشن مودلز للريجريشن وكذلك للكلاسيفيكيشن. وبالتالي زي ما احنا هيبقى عندنا راندوم فورست ريجريسور هيكون عندنا راندوم فورست كلاسيفاير. الراندوم فورست هنبص نلاقي انه الاكيوريسي بتاعته بتعلى كتير، لان احنا قلنا ان هو ريليتد بالانسامبلنج مودلز، وبالتالي الريزلت اللي احنا كنا بنشوفها قبل كده اللي احنا كنا بنشوف 68% و65% و65% مع الانسامبل مودلز هنبص نلاقيها بتعلى كتير، فده هنشوفه مع الاكسكيوشن للراندوم فورست. طيب الادفانتجز بتاعت الراندوم فورست ان هو باورفول والاكيورسي بتاعته بتعلى، وما بيبقاش في نيد كبير ان انت تنورماليز الداتا لانه في بيلت ان بوت سترابر، انه حاجه كده بتظبط هي الداتا بشكل انت ما تكونش محتاج ان انت يبقى في اوفر هيدز لان انت تعمل نورماليزيشن للداتا. من الديس ادفانتجز بتاعته انه سام تايمز ان هو بيبقى فيه بنلاقي ان فيه بايز في الريزلت، وان هو طبعا نظرا لان هو بيعمل
بيران ديفرنت انستنسز اوف الداتا سيتس بيبقى سلو في بعض الاحيان، ولكن طبعا ما بتبقاش يعني الامباكت بتاعها كبير لو انت عندك الانفراستراكشر بتاعتك كويسه. كذلك يعني هو ما بيشتغلش بشكل كويس لما الدايمنشن بتبقى كبيره في الداتا، ومعنى الدايمنشنز في الداتا اللي هو بيبقى روز كتير جدا وكولومز كتيره جدا، فكل ما الدايمنشنز بتزيد كل طبعا ما الاكيورسي بتقل. طيب لو حبينا دلوقتي ان احنا نشتغل على الداتا سيت بتاعتنا ان احنا نطبق الباجنج باستخدام الراندوم فورست في الانسامبل وان اوف الانسامبل ميثودز، احنا طبعا عندنا الداتا سيت اللي احنا شغالين عليها اللي هي الريل استيت داتا، واحنا طبعا يعني هناخد اول 200 ريكورد منها، فاحنا عملنا امبورت للبندس وقرينا الداتا سيت، والداتا سيت طبعا مرفوعه على جيت هاب واللينك موجود في الفيديو، واحنا عارفين طبعا ان الداتا سيت دي السايز بتاعها 5891 ريكورد. جبنا هنا الاكس بتاعنا وجبنا الواي بتاعنا، وبعدين احنا قلنا ان احنا عايزين نقارن بوان اوف المودلز اللي احنا استخدمناها، فهنقارن باللينير ريجريشن موديل. الاكيورسي بتاعت اللينير ريجريشن موديل هنا طبعا احنا عملنا هنا انستنس من اللينير ريجريشن وعملنا فيت للريجريسور بتاعنا وعملنا بريدكشن وجبنا الميجرمنت بتاعتنا الارتو لقيناها انها طالعه ب 98.5 تقريبا، ده اللي احنا هنقارنه مع الراندوم فورست. احنا هنا زي ما احنا شايفين ان احنا كان عندنا يعني في الترين تيست سبليت بتاعتنا ان احنا قسمنا الداتا، فهي الداتا الترايلز بتاعتنا هتتم مره واحده، اما في الراندوم فورست لا ده هيحصل بشكل مختلف. انا عندي الاستيميترز بتاعتي عندي 10 استيميترز، ولو انا شلت الديفولت ده هو بيحط ديفولت طبعا بيبقى كبير جدا. طب نشوف الهاو ان احنا بنكرييته. طبعا في السايكت ليرن احنا عندنا سايكت ليرن دوت انسامبل بن امبورت الراندوم فورست ريجريسور، احنا عندنا برضو راندوم فورست كلاسيفاير، يعني ان شاء الله في المحاضره بتاعت الكلاسيفيكيشن هنبص هنلاقي ان في كلاسيفاير، فاحنا مش هنستخدمه دلوقتي. تمام كده يا شباب؟ طيب وبعدين عملنا الراندوم فورست ريجريسور بتاعنا ان احنا عندنا 10 هيبقى عندنا 10 استيميترز، وعملنا فيتنج وبريدكشن. طب تعالوا بقى نشوف الار 2 سكوير بتاعتنا طلعت كام في الباجنج، طلعت 78%. معنى كده ان انا عندي يعني اراوند كام في كام اراوند 10% اكيورسي زياده باستخدام الانسامبل مودلز ده في الباجنج كمان، يعني انا كده استخدمت الباجنج. طب وات اف ان انا عايز بقى اموف فورورد ل وان اوف المودلز بتاعه البوستنج. طبعا من الباجنج ايضا انا عندي في الانسامبل عندي حاجه اسمها الباجنج ريجريسور، وهتبص تلاقي ان الاكيورسي بتاعتها قريبه جدا من الاكيورسي اللي احنا جبناها في الباجنج، اللي هي دي بزياده 10% عن اللينير ريجريشن، دي زياده 9% عن اللينير ريجريشن. طيب من الـ الالجوريزمز اللي بتستخدم في البوستنج، وهي طبعا احنا عايزين نركز في الفارق بين عايزين نفرق بين الباجنج تكنيكس ومزاياها اللي بتفرق عن الالجوريزمز الاخرى، وبعدين البوستنج تكنيكس اللي بتقدم لنا اديشنال يعني ادفانتجز مور ذان الالجوريزمز السابقه. فمن الانسامبل هنبص نلاقي ان احنا عندنا هنا برضو وان اوف البوستنج الجوريزم الجراديانت بوستنج ريجريسور. طيب هنعمل ذا سيم ان احنا هنكرييت الريجريسور بتاعنا من جراديانت بوستنج اللي هو وان اوف البوستنج الجوريزمز، وهنشوف هنعمل طبعا الفيتنج هنعمل بريدكشن، وهنشوف بقى الار 2 الار 2 سكور طلعت كام؟ طلعت 82%، يعني زودت الاكيورسي بنسبه 4% عن الباجنج تكنيكس. طيب هنا دي دلوقتي لما تكون 82.5% 82.5% زياده في الاكيورسي عن اللينير ريجريشن بحوالي 14 او 15%، وبالتالي الانسامبل مودلز عدلت لي كتير في الاكيورسي بتاعه السوليوشن بتاعي، ودي يمكن هنركز عليها في المحاضره الخاصه ب هاو ان احنا نمبروف الاكيورسي اوف المودلز
ولكن احنا بنحصلها شيء فشيء. ففي المحاضره دي هتكون تجميعيه ان احنا one of الابروتشز ان احنا نحسن الريزلت بتاعه المشين ليرنينج موديل بتاعنا ان احنا نموف فورورد تو الانسامبل الجوريثمز. طيب نحاول نران كده، احنا لو عجينا نران كده هنبص نلاقي اهو جبنا الداتا سيت بتاعتنا وهنعرف الاكس والواي. طبعا احنا عندنا ليسونز ليرنت ان احنا هي دي الاتريبيوتس اللي تو بي سيلكتد في بناء الموديل. لو جينا هنا عملنا راننج لللينير ريجريشن جاب لي الار 2 سكوير اهو، الار 2 سكور ب 68%. لو رحنا ان احنا للراندوم فورست هتبص نلاقي الاكيورسي 78%، يعني في تحسن، يعني الريزلت دي اقرب للواقع. الريزلت اللي احنا عملنا لها بريدكشن هنا اهي ان انا لو عايز اجيب سعر الوحده اللي مواصفاتها 195 و280، عمر المبنى 1995 ومساحته 280 وفي الدور العاشر، في الدور العاشر ولا في الاريا رقم، في الاريا رقم 10 في الدور العاشر، يبقى ده هيدي لنا 78% اكيورسي. وبالتالي يبقى الفاليو اللي انا عملت لها بريدكشن دي يعني زياده في الاكيورسي بتاعتها 10% عن الفاليو اللي انا جبتها بالفاليو دي اللي انا عملت لها بريدكشن باستخدام اللينير ريجريشن. طب وات اف ان انا عملت موفينج فورورد ليه بقى للجراديانت بوستنج؟ ده هيديني اكيورسي، هيديني ان الفاليو دي مور اكيوريت عن الفاليوز السابقه والاكيورسي بتاعتي 82%. بالشكل ده نكون لمينا بشكل مبدئي الانسامبلنج الجوريثمز. طبعا الانسامبلنج الجوريثمز كتيره، انا مش عايز يعني امنشن كل الالجوريثمز في محاضره واحده عشان الناس يعني ما تبقاش اوفر ويلمد بالكونتنت. ان شاء الله في المحاضره الجايه هندرس الاستاكينج، لانه الاستاكينج بقى احنا كاننا هنطبق على مجموعه الالجوريثمز السابقه في ان احنا نبني الجوريثم بايدنا يمشي في مراحل مختلفة، يمر بالالجوريثمز المختلفة، كأننا بنفصل الالجوريثم. احنا في الستاكينج والبوستنج كان هو اللي بيسلكت الالجوريثم بنفسه، لكن هنا في الستاكينج احنا اللي هنبني الالجوريثم بإذن الله. متشكر جدا وبالتوفيق والنجاح، ولو في اي حد محتاج اي سؤال يا ريت يبعت لي دايركت اندر الفيديو. متشكر جدا.